مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا صوم وتصحوا مع الدكتوره كريمه عبدو. اهلا وسهلا فيك دكتوره، وان شاء الله كل ايامك تكون بخير وبركه. اهلا بيك يا دكتور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه اخبار الصيام؟ وصلنا لايه؟ يعني الحمد لله، الحمد لله الامور تمام، بنطبق كل اللي حكيتي لنا اياه ان شاء يا الله رب رب. العالمين. نو شوجر، نو شيشه، كل هاي الامور وقفناها وربنا يا رب على الله يكرمنا. كله، الكون الناس كلها فعلا يعني عملت كده، نبقى فعلا حنصوم نصح باذن الله ان شاء الله وبنستفيد من الصيام. إن الدكتوره شاء الله. في سؤال امبارح اثرتيه واثار كثير من الكلام، الا وهو المشاكل التي تواجهنا في عمليات الدايت والروجيم. فكان في سؤال مهم جدا، هل هناك علاج نفسي للسمنه ام ان كل العلاجات يجب ان تكون بحبوب وادويه و و و و بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا امبارح واتكلمنا قبل كده واتكلمنا في البداية، كل كلامنا في اي موضوع احنا بنتكلم فيه بتلاقينا حاشرين كلمة السمنة دي، لان الحقيقة النهاردة السمنة كل العالم بدأ يتكلم فيها، لان اكتشفوا كلهم ان احنا عمالين يعني ايه، عمالين بنخبط في حاجة وسايبين الحاجة الرئيسية موجودة. لما بيروح مريض ضغط يتعالج من الضغط، مهما تديله من أدوية ضغط لو ما عالجتلوش السمنة، لو هو لازم اوفر ويت، لو ما عالجتلوش السمنة عمر الضغط هيفضل طول عمره بياخد حبوب الضغط. مريض السكر نفس الحكاية، ده بالعكس ممكن بيتحول ويخف خالص من السكر اللي هو تايب 2 لو ان هو ما وصلش لمرحلة فساد بقى البنكرياس نهائي، ممكن في المراحل الأولى لو عالج السمنة هيظبط الأمراض كتير جدا، خشونة المفاصل، التهاب الركبتين، لو الحاجات دي كل مهما تاخد علاج وأدوية وانت في عند حد عنده خشونة مفاصل او عنده التهاب في الركب، ومهما أدوية بتاخدها وطول ما الويت الكبير ده موجود، عمر ما انت بتحمل حاجة فوق طاقتها، بتحمل قلبك فوق طاقته، فمهما اديت أدوية لا. فلذلك الموضوع السمنة اخد يعني شغل بال كتير من علماء التغذية صحيح. وعلماء الصحة عشان نعرف أصل الأمراض، فهي فعلا أصل الأمراض. طيب احنا بنقول العلاج النفسي للسمنة زي ما اتكلمنا امبارح وقلنا ان مش كل الجوع معدة فاضية، وان احيانا كتير جدا الجوع بنسميه جوع عاطفي او جوع المشاعر، نتيجة ان هو منبعث من خلال مشاعر حصلت لي، سواء مشاعر فرح او مشاعر حزن. النهاردة عايزين نعرف ازاي نعالج ده؟ مش دي حالة نفسية؟ هو لما زعل ولما فرح مش دي حالة نفسية جات له حصلت له سيان بالفرح او بالزعل؟ ما اروح اعالجها ازاي بحبوب؟ انا هعالجها نفسيا برضو، هتعامل معاه نفسيا، هو ده اسلم طريق وده افضل حاجة وصلوا لها العلماء، ان انا بتعامل بطريق نفسي مع الحالة اللي بتجيني وبتبقى هي فعلا مفرطة في الاكل ومفرطة في السمنة ومش عارفة تنزل في الوزن ولا تظبط جسمها. طيب بنعمل ايه؟ اول حاجة زي ما قلنا امبارح ان احنا بنحدد نوع الجوع اللي احنا فيه، هو جوع حقيقي ولا هو جوع مشاعر؟ طيب اتضح ان هو جوع مشاعر، اعمل ايه؟ في تقنية دلوقتي حديثة جدا وبدأ يعني معظم متخصصين التغذية بدأوا يشتغلوا بيها، وفعلا انا شخصيا اللي اشتغلت بيها وجابت نتيجة هايلة يعني حضرتك يعني لن تتخيل، يعني فعلا انا عشان كده يعني انا حبيت ان انا اذكرها واشارككم فيها، لا تتخيل مدى النتائج اللي بتجيبها. التقنية دي بتقول ايه؟ اللي هي تقنية التأييد، التسجيل، ان انا اسجل. يعني ايه اسجل؟
اقوم بتدوين، ابقى عندي كراس كده او سكتش، بقوم بتدوين كل حاجة انا بدخلها في فمي، كل حاجة بمسكها بايدي ادخلها في فمي اكتبها التاريخ والساعة، ده جنب انا بكتب انا اكلت قد كده، اكلت قطعة جاتوه، اي اكل كلته، ومنساش وانا بدون المسليات السناكس كل حاجة شربتها او اكلتها انا بدونها قدامي باليوم وبالتاريخ وبالساعة. بعد كده في الجانب الاخر بدون انا مشاعري كانت ايه لما كنت باكل الاكل ده، زي ما قلت امبارح ان احنا بنحدد نوع الجوع، لما بنعرف نحدد المشاعر احنا بنعمل كده بقى، بس ده بندونه كتابة، يعني الحالات البسيطة هي بنبدأ نتكلم معاها او هي بتتكلم مع نفسها وبتحددها، لكن الحالات اللي هي فعلا اوفر ويت وما فيش حاجة جايبة معاها نتيجة، لازم ندخل نتدخل تدخل نفسي، لان ودي يعني افضل التقنيات اللي اكتشفوها فعلا وبتجيب نتيجة. انا بكتب الحاجات اللي باخدها كلها خلال يومي، وبكتب مشاعري في الصفحة التانية اللي قدامها، انا لما اكلت ده انا كنت زعلانة ومتضايقة، انا اتنرفزت مع ابني ورحت اكلت السندوتش ده، او رحت مسكت طبق الكنافة ده ورحت قعدت اكلته كله، حصل كلمتين بيني وبين زوجي وبعديها على طول مباشرة حصل كده. صيانة المشاعر سلبية ام ايجابية انا بدونها، ايه فايدة اللي انا بعمله ده؟ زي ما قلنا ان احنا بيتحول الموضوع من لا وعي للادراك، خلاص كل حاجة مكتوبة قدامي انا بشوفها بعيني وكتبتها بايدي، فخلاص طلعت من بقى ايه من اللاوعي دخلت على الادراك، مجرد الشيء ما دخل على الادراك انا بدأت انتبه له واتفطن ليه، هبدأ بقى اشوف انا. انت عارفين زي ايه؟ يعني لما بيبقى حد شره في اكل السكر والحلويات وكل حاجة بيحط كمية كبيرة من السكر في مشروباته، بنعمل معاه ايه؟ بنقول له هات كوباية فاضية، وكل لما تحط معلقة سكر في مشروب حط في الكوباية الفاضية دي زيها واركنها على جنب، برطمان كده او مج كبير او حاجة، انا هعمل شاي هحط 3 معالق سكر، اروح حاطة 3 معالق في الكوباية الفاضية دي، هعمل عصير هحط فيه 4 5 معالق، اروح حط عليهم 5 معالق، وهكذا. عملت كنافه عملت قطايف بقدر انا دخل جواها قد ايه واروح حطاهم، اجي اخر اليوم ابص يا نهار ابيض كل دي مصايب انا دخلتها جسمي، عمرك ما هتحس بالكارثه ولا بحجم الضرر الا لما تشوفه كده متجسد قدام عينك، لان خلاص اللي بيتاكل بيتاكل وبيتناسى وخلاص، بتجيب بتحضر الورقة ولا ايه؟ هنبدأ نكتب. دفتر كامل. لان فعلا بناكل وبننسى، وحتى لما بنيجي نسأل العميل طب انت اكلت ايه؟ ما اكلتش حاجة يعني تذكر، يعني ده كوباية شاي كوباية قهوة، لا اكتب لي حط لي بالظبط انت خدت فيهم كوبايه الشاي دي كام معلقه سكر، كوبايه القهوه دي كام معلقه سكر، في ناس بتشرب القهوه ب3 معالق و4 معالق، يعني مش عارفه هي بقت قهوه ولا ايه، يعني كلت هريسه كلت كلت كلت، كل اللي انا اكلته وكل اللي انا شربته عملت له تدوين دون تجاهل اي شيء، لان كل دي سعرات بتخش جسمي. بعد كده بنبدأ، بس ده لازم يبقى فيه جايد معاه، يعني الحالة دي هي ما بتقدرش، لأن يعني بتبقى برضو النفس عارف أمارة بالسوء، يعني لازم يبقى فيه جايد بتستعين بأخصائي تغذية أو حد بيمشي معاه وبتراجع معاه وبيقعد. مهم قوي قوي لما تلاقي نفسك أنت شفت الكلام ده وبدأت تاني يوم لا 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 انا كده بجد انا بأذي نفسي، انا هقلل، لا انا 3 معالق سكر، لا كفاية 2، لا كفاية 1، وابدأ اكافئ نفسي اقول لنفسي برافو كويس قوي والله، ده انا عملت انجاز، وخاصة لو انا بعمل الموضوع بتاع كوباية السكر ده، لو انا تاني يوم لقيتني
بقت الكوبايه بدل ما هي كوبايه قد كده او برطمان قد كده، بقى اقل اكافئ نفسي، مش هكافئ نفسي بحته سكر بقى ولا بحته حلوه، لا اجيب لها هديه، اشجعها، اقول لها برافو، اطبطب عليها. يعني النفس بتحب المرضيه، لو ما لقيتش حد يطبطب عليك انت طبطب على نفسك، لان هو الانسان بيحب التشجيع، واحنا مجبلين على كده، يعني جبلنا على ان احنا بنفرح قوي بالتشجيع والتحفيز، فحفز نفسك. نيجي حاجة كمان، نعمل ايه؟ اغير البيئة. يعني ايه اغير البيئة؟ يعني انا ما اجيبش طبق حلويات وجاتوهات واحطه في التلاجة واقول ان انا مش هقرب عليه، لا انا كده بحارب، يعني حرام، يعني انا كده بظلم نفسي لان هضعف قدامه. طب الحته دي وبس، طب بالمعلقه بس، وبس وبس وبس، هنبص لقينا بسسنا كتير. فاغير البيئه اللي حواليا، مفيش داعي ان انا تبقى قدامي الاكلات اللي هي ممكن تشتهيها النفس. او يعني انا اقول لكم على سر خطير، انا واحده من الناس بضعف جدا قدام الجاتوه. اول ما بلاقي الجاتوه بنسى كل حاجه، خصوصا اللي بالشوكولاته، بنسى كل اللي انا بقوله وكل اللي انا قاعده طول النهار اقوله للناس. فلذلك انا يعني ما بدخلش، عمري ما افكر اروح اشتري جاتوه، او حد جاي لي زياره اقول له اوعى حد يجيب لي جاتوه، لان انا عارفه نفسي ضعيفه قدامه. لكن مثلا لو رحت عيد ميلاد ولا حاجه، اقعد اقول لنفسي يعني ما جاتش من حته يعني، وبعد كده بتعب وبحس بدربكه وخلاص، جسمي رافض موضوع السكريات والكلام ده. لكن انا بقول لكم عن تجربه، بضعف اغير البيئه بقى. انا مثلا البشاميل لا انا بحبها قوي وبعشقها، ما اعملش بقى، ما حبكش كل فين وفين، يعني لما بقى اولادي يشتهوها اللي هم صغيرين لسه وما عندهمش بقى سنه، ان انا اعملها لهم واعمل على قدهم علشان تتعمل وتخلص، ما يفضلش بواقي واقول ايه اكلها بدل ما تترمي. صحيح. فاهمين ازاي؟ يعني ان احنا فعلا نغير البيئة اللي حوالينا عشان احنا نغير سلوكياتنا ونغير عاداتنا ونوصل لصحة. احنا مش بندور يا جماعة على الوزن قد ما بندور على الصحة، لان هو اوتوماتيك زي ما قلت لكم قبل كده، مجرد صحتك ما هتبقى كويسة وزنك هينزل. ما صحتي هتبقى كويسه بايه؟ بان انا باكل اكل صحي. الاكل الصحي هو اللي هينزل لي وزني، مش ان انا اقلل الكميات واعمل وده وده وده، لا في الاخر هزهق واتعب وارجع من الاول تاني. لكن انا ابدا اصلح جسمي بالطريقه الصحيه. في مرحله تانيه بنعملها، بنعمل ايه؟ ضبط الطبق. يعني ايه؟ يعني واحنا حاطين الاكل على السفره كده، ما احطش الاستفزازات الكبيره واحط واملاها كميات كبيره من الاكل على اساس ان احنا نغرف منها عشان نكسل نقوم. لا، خليني احدد، اعمل طبق محدد، ولما اجي اكل يبقى الطبق بتاعي محدد، حاطه فيه جزء للبروتين، جزء للسلطه، جزء للكربوهيدرات لو انا هاخد كربوهيدرات. الاجزاء دي تبقى قدامي، انا بمجرد ما بخلص طبقي بيجي لي عملية الإحساس بالشبع، لكن طول ما قدامي كميات كبيرة مش هشبع لما أخلص اللي قدامي كلهم عشان ما جاتش على المعلقتين دول. ده الكلام اللي احنا بنقعد نقوله لنفسنا ولأزواجنا ولولادنا، طب كل دول يعني ما جاتش، حرام عليك يعني هتسيبهم دول؟ لا، احنا نحدد الكميات. يبقى انا عندي 3 خطوات انا هشتغل عليهم في الحالة اللي هي ده بقى اللي احنا بنسميه العلاج النفسي. انا تعاملت مع الموضوع بشكل نفسي، مش ان انا اديله حبوب ولا حاجات مهدئات ولا حاجات تقفل الشهية ولا الادوية اللي هي بتقفل الشهية. الحقيقة انا ما بحبذهاش تماما ولا بكتبها لاي حد من عملائي، لان هي بتشتغل على الفود سنتر في المخ، فانا كده بشتغل على المخ. لا، انا عايزة اشتغل على المخ بتغيير السلوكيات، تغيير العادات، ان انا احول عمليه ان انا بتعامل باللاوعي ان انا اتعامل بالادراك، بالجزء الواعي من عقلي. فده هيفرق معايا كتير، ولو انا فعلا عملته
جربوا كل حاجة، جربوها، احنا بنجرب كل حاجة، بتعجبنا أكلة بنجربها، بيعجبنا مشروب بنجربه، صح جرب إن أنت تعيش بصحة، جرب حاجة زي كده وشوف نتيجتها، هتلاقي نتيجتها هتوصل، يعني أنت هتشعر الميزة في الكلام اللي بنقوله إن نتيجته بتبان من أول يوم، مش هتستنى شهر ولا اتنين عشان تبان نتيجة، يعني بمجرد انت ما لقيت نفسك لا بصيت لكوبايه السكر وزعلت من نفسك ان انا بعمل في نفسي كده، وادركت فعلا بعقلك الواعي مدى خطوره اللي انت بتعمله، لان احنا عرفنا بقى ان ده سموم، ما هياش حاجه حلوه بندخلها جسمنا. هتبدا تاني يوم على طول هتبدا تقلل، اول ما تلاقي نفسك قللت اعرف ان انت ماشي في الطريق الصح وبتوصل لنتائج. يا رب كلنا نبقى بصحة جيدة ونكمل أيام رمضان بصحة وعافية وخير وسلامة، ربنا يتقبل منكم صيامكم، وما تنسونيش في صالح دعواتكم في الأيام الأخيرة من رمضان دي. لا أشوفكم احنا على خير بندعي لك إن شاء كل الله. يوم يا دكتورة، كل يوم ان شاء الله، لانه الله يا رب يا رب فعلا ربنا يتقبل. اللي اعطيتينا اياه، النصائح اللي اعطيتينا اياها مش عشان اليوم ولا عشان بكره، هتضل معنا طول الوقت ان شاء الله نستفيد منها إن عشان شاء الله صحتنا وصحه ابنائنا وصحه زوجاتنا واهالينا. يا رب. والله الصحة زي ما بيقولوا تاج على رؤوس الأصحاء، محدش بيدركها إلا يعني والعياذ بالله اللي بيفتقدها، صحيح فاحنا خلينا نبدأ مع أولادنا من الأول، نعلمهم السلوكيات الصح والأكل الصح عشان ما يسددوش، احنا دلوقتي بنسدد فواتير يعني، وعلى قد بقى اللي انت استهلكته على قد الفاتورة اللي انت بتدفع، بس ما تيأس وكمل وامشي وان شاء الله هتلاقي نتائج مبهرة بإذن الله، إن وهتوصل شاء الله للوزن اللي انت عايزه في إن فترة شاء الله. قريبة جدا يعني ان شاء الله. اشوفكم وتذكروا خير بإذن صوموا الله، تصحوا تصح بإذن الله. إن شاء الله. السلام يلا عليكم. نشوفك على خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.